تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام. ها نحن نلتقيكم في تغطية رياضية جديدة وخاصة من برنامج المستطيل الآسيوي الذي سيكون معكم طيلة أيام بطولة أمم آسيا المقامة حاليا في الإمارات. يستمر هذا البرنامج حتى المباراة الختامية للبطولة، حيث نتواصل معكم ومباريات هذا اليوم والنتائج والتحاليل والتحليل الكامل، إضافة إلى نتائج المنتخبات المشاركة بشكل عام. المحور الآخر سيكون مع منتخبنا الوطني ومجموعة من اللقاءات حول أصداء فوز سود الرافدين على المنتخب الفيتنامي، وكذلك التحضيرات للقاء المقبل. لنا وقفة مع مجموعة فيها توقعات، فيها انطباعات لمباراتنا المقبلة أمام اليمن، إضافة إلى مجموعة لقاءات مع لاعبي طبعا متفرقة، لاعبي الدوري العراقي وأيضا نجوم الكرة العراقية سابقا سيكونون معنا في المستطيل الآسيوي. بالتأكيد كل هذا سيكون مع رفقة الكابتن كريم صدام، لكن بعد الفاصل خليكم ويانا. أهلا بكم مرة أخرى. دعوني أولا أرحب بالكابتن كريم صدام، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ بلال، الله يبارك فيك. تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. شلون الأمور؟ طيبة؟ تمام الحمد لله بوجودك إن شاء الله. الله يسلمك. انطباعات اليوم كثيرة، مفاجآت فيها، متغيرات. صح. طيب خلي نتابع أنا وأنت مباراة، تقرير عندنا عن مباراة أولى ومباراة ثانية، وأعود إليك لنتحاور حول هذه المباريات. مشاهدينا، فجر منتخب تايلاند مفاجأة كبيرة وتغلب على نظيره البحريني بهدف نظيف في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة أمم آسيا، ليحصد منتخب تايلاند أول 3 نقاط له في البطولة ويحتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى، فيما توقف رصيد البحرين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، فيما بلغ منتخب الأردن رسميا دور 16 لنهائيات كأس آسيا عندما حسم ديربي الشام وحقق فوزا مستحقا على نظيره السوري بهدفين نظيفين. هذه المباراة كانت ضمن يعني فيها انطباعات كثيرة، مواجهة كانت قوية، كانت من أجمل المباريات التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية. مشاهدينا، التفاصيل في التقرير التالي. سجل منتخب تايلاند مفاجأة كبيرة وتغلب على نظيره البحريني بهدف نظيف في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة أمم آسيا. سجل تشانا ثيب هدف الفوز لمنتخب تايلاند في الدقيقة 59، ورغم أن المنتخب البحريني فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، لكن هجمات الفريق على تايلاند لم تشكل خطورة تذكر، واعتمد المنتخب التايلندي على الهجمات المرتدة السريعة والتي جاء من إحداها هدف الفوز الوحيد عكس سير اللعب ليحصد منتخب تايلاند أول 3 نقاط في البطولة. وبلغ منتخب الأردن رسميا دور 16 لنهائيات كأس آسيا عندما حسم ديربي الشام وحقق فوزا مستحقا على نظيره السوري بهدفين نظيفين، ذلك في المواجهة القوية التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية. جاءت البداية حذرة بالنظر لأهمية المباراة في حسابات التأهل، مما انعكس سلبا على التطلعات الهجومية لمنتخبي الأردن وسوريا، والذي بدأ يظهر جرأة أكبر في الامتداد الهجومي ليتراجع الأردن للخلف يعتمد على الهجمات المرتدة والمنسقة كسلاح لمباغتة مرمى خصمه، وهو ما نتج عنه هدفين مستحقين.
وأحرز هدفي الأردن في الشوط الأول موسى التعمري في الدقيقة 26 وطارق خطاب في الدقيقة 43 ليحافظ النشامى على صدارة المجموعة الثانية بعدما رفعوا رصيدهم إلى 6 نقاط فيما بقي رصيد منتخب سوريا متوقفا عند نقطة واحدة فقط. نعود مشاهدينا الكرام في بداية حوارنا ولقاء مهم. المنتخب البحريني الشقيق يعني يخسر بهذه النتيجة، وبالتالي يعني كان الشوط الأول شوطا جيدا يعتبر للمنتخب البحريني، كانت هنالك أفضلية للمنتخب البحريني، لكن الأمور أصبحت عكسية. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر إليك والمشاهدين الكرام. الحقيقة شوف أستاذ بلال، الدور الثاني راح يكون أصعب من الدور الأول. إحنا اتفقنا على مبدأ أنه المباراة الأولى هي مفتاح لربما للتصدر أو للطمئنان بهذه المرحلة. الدور الثاني أهميته تكمن، ممكن تعيد وضعك للوضع للبطولة أو تعيد وضعك الطبيعي. منتخب البحرين تعادل، يحس نفسه أنه كان مظلوم المباراة الأولى من سجل عليه بضربة جزاء يعني مشكوك في أمرها. فنزل الفريق البحريني أمام فريق تايلند، الفريق المجروح اللي أقيل المدرب من أول مباراة، خسارة الفريق التايلند أمام الفريق الهندي أقيل المدرب، استلم المساعد المدرب التايلندي. أول تصريح للمدرب التايلندي قال أنا راح أترشح وأفوز على فريق البحرين وأترشح للأدوار الأخرى، واللي ثقة بفريقه واللي ثقة بلاعب. اللاعبين تفاعلوا معه بهذا التصريح حقيقة، واليوم ظهروا بشكل آخر. اسلوب اللعب اللي بدا به فريق التايلند حقيقه امتص. شفنا الشوط الاول الفريق البحرين كان ضاغط، حاول سجل اكثر من مره، هجماته منسقه مرتبه. التاخير في تسجيل الهدف بهالموضوع اثر نفسيا على فريق البحرين، وبعد امتصاص يعني ضغط الفريق البحرين قدر الفريق التايلند حقيقه بحنكه مدربه وتعاون لاعبيه قدر يشكل خطوره على الفريق البحريني، وقدر بالدقيقه 59 يسجل هدف سوكارس من اللاعبين المتميزين بهذا الفريق بالشعر الابيض، يملك مهاره عاليه اربك الفريق البحريني. الحقيقه الفريق البحريني بعد ما سجل عليه الهدف صعب كان ينظم وضعه، بحيث منطقه الوسط فقد منطقه الوسط وصنحت له بعض الفرص المحققه في الدقيقه 65 من علي مدن، كان قريب جدا بس كان الحارس حقيقه في المكان المؤثر وقدر يطلع الكره. فرص ضاعت من الفريق التايلندي بالدقيقه 71، كان ممكن الفريق التايلندي يسجل هدف يعزز وضعه بالطبيعي. مشكله الكره البحرينيه او موضوع ضعف التنظيم الدفاعي، يعني شوف كل الكرات الجانبيه كانت الفريق البحريني شكل خطوره على الفريق البحريني، هناك التنظيم الدفاعي مو بالافراد، بوقفه اللاعبين، تمركزهم بالاماكن المؤثره اثر عليهم بشكل او باخر على الفريق. فوز تايلند على البحرين يعني خربط اوراق المجموعه، الان مباراه عندك مثلا فوز تايلند على البحرين الان خلاها عدها 3 نقاط، الترتيب العام الان بعد فوز الامارات صارت 4 الامارات، بعد ذلك الهند 3 نقاط بعد ما خسرت معا. تايلاند بفرق الأهداف الثالث، البحرين الآن ذيلة المجموعة. القادم يجب أن يكون هناك فوز للفريق البحريني على الفريق الهندي المتطور. فريق الهند متطور اليوم، راح نتحدث عن مباراة الهند والإمارات، فريق متطور جدا رائع اليوم، حتى فوز الإمارات سجلوا هدفين حقيقة، كان الهدف الأول بالشوط الثاني، بس الهجمات والسيطرة والفرص الأكثر كانت للفريق الهندي. هذا الفريق راح يلعب أمام البحرين، فأتوقع أنه راح تكون مهمته صعبة بهذا الموضوع. الفريق يعني البحرين صعب مهمته. من خلال كلامك يعني الاستعانة بمدرب جديد، لكن التصريح عندي أهم، سمعنا بقالة المدرب السابق والاستعانة بمدرب جديد، مدرب ولكن يعني الأكثر من هذا يعني بصراحة تصريح جريء نابع من ثقة عندما يقول صح. سأدخل وأفوز على المنتخب البحريني وسأنتقل إلى الدور الآخر. يعني فعلا هو يشوف مدرب محلي يعرف قدرات لاعبي، يعرف اسلوب التعاون مع اللاعبين، لربما الوضع النفسي هنا راح يتغير. وصارت عندنا يمكن تتذكر استاذ بلال حضرتك، كنا نشارك في بطولات، بعض البطولات دائما ما كانوا يدزون شيخ المدربين عمو بابا الله يرحمه
ويغلب يقلب موازين القوى بالموضوع. مدرب طوارئ يعني. مدرب طوارئ هذا كان معهم عدة فكرة. الحقيقة هذا التصريح الناري لأنه بغير طريقة ما أعتقد كان يرفع من روحهم المعنوية أو يرتفع إلى مستواهم الفني. هذا التصريح الناري خلاهم أمام محك، يجب أن تتعاضدون، يجب أن تتحدون في سبيل الفرصة الأخيرة. وفعلا بعد ما خسرت بأربعة أهداف يعني الكل توقعت أن راح يطلع خارج المسابقة. الآن عاد المسابقة، إذا يفوز المباراة الأخرى لربما يترشح مع الفريق الإمارات إلى الدور الآخر. طيب نغلق ملف هذه المباراة، نتحول إلى مباراة الأخرى. المنتخب الأردني يعني كمل مشواره بنجاح. يعني الحالة المؤلمة بأن يعني المنتخب الآخر هو السوري. نعم. لكن يعني بصراحة المنتخب السوري دعني أتكلم عنه أولاً، يعني عكس كل التوقعات، كل التصريحات الرنانة التي قالت من قبل المحللين، من قبل المشرفين، المتابعين، بأن المنتخب السوري، انتظروا هذا المنتخب سيصل إلى أبعد مدى وسيكون مفاجأة هذه البطولة. هذا ديربي الشام، يعني شوف مثل ما قلت حضرتك، احنا كنا على الورق ممكن تحدثنا باول الحلقة ما انطينا حظوظ الفريق الاردني انه ممكن يترشح، كنا يعني ترشحنا الفريق السوري والفريق الاسترالي. اللي صار يعني شوف مفاجآت كرة القدم. الفريق السوري اليوم يعني حقيقة نجح المدرب البلجيكي ميركل ماس حقيقة في قراءة الفريق الاردني بشكل صح، انه الفريق السوري جاء من أجل الفوز حتى يعوض النقاط اللي فقدها أمام الفريق الفلسطيني. جاء ضاغط بكل قواه، اعتمد الفريق الأردني فريق منظم، فريق يملك أدوات رائعة، وخصوصا موسى الدعمري من هذا اللاعبين يلعب في نادي أبولو القبرصي اللي كانوا لاعبين يلعبون به. كان عندنا عامر عبد الوهاب، جاسم سوادي، هوار ملا محمد، كان يلعبون بهذا النادي. استانت مدرب سوريا هو اللي كان مدرب بهذا الفريق. شوف الصدف يعني جمعة هذا نادي أبولو القبرصي. فالحقيقة المدرب البلجيكي قدر يمتص حماس وقوة الفريق السوري ونظم فريقه بشكل الدفاع الصح، ومن ثم اعتمد على الهجمات المرتدة. اليوم اكو نجوم بالفريق السوري مثل ما قلت حضرتك، يعني كنا معولين على سومو يظهر بشكل رائع. اليوم سومو كانه ما موجود بالملعب، كل الكرات العاليه كانت مقطوعه من قبله. حماس الفريق الاردني اليوم طغى على مستوى المباراه، بحيث قلت لك احنا كان عندنا موسى الدعمري وكذلك خليل بن عطيه، هذا اللاعب بالوسط حقيقه البلاي ميكر، يعني هو غير معلن بس كان لاعب متميز جدا، بحيث فشل اغلب 90% من هجمات الفريق السوري لان كان متمركز صح قلب الدفاع، وكان كل الكرات اللي قاطعها وهجمات مرتده. فضعف الفريق السوري بكل خطوطه خصوصا منطقه الدفاع. اليوم شفنا الفريق السوري مع الاسف يعني يعاني من العمق الدفاعي، كل الكرات المرتده الفريق السوري الفريق الاردني اللي اعتمد عليها قدر يشكل خطوره متميزه عليهم. بالشوط الثاني كان فرص، يعني اول دقيقتين تصل النقمه تسجل، الشوط الثاني نفس الاسلوب استخدم المدرب البلجيكي، بحيث الفريق السوري بدا ضاغط، وكانت اول دقيقتين كانت فرصه رائعه جدا لعمر خريبين كان ممكن يسجلها بضربه راس. بعد ذلك رجعت نفس الاسلوب الشوط الاول. هو كابتن عمر خريبين يعني كان متفوقا في هذه المباراه بالضبط، استطاع ان يهدد المرمى اكثر من مره. بالمقابل يعني ما شفنا اي تهديد حقيقي من المنتخب السوري. السوري الشوط الاول تعرف ولا عنده خطره على الفريق الاردني، ولا يعني عامر شفيع كان قاعد بدون بس يتفرج على المباريات، ماكو كره تقول عليها خطره على الفريق الاردني، بينما كان الفريق الاردني ينظم وضعه الدفاعي ويهجم بالهجمات المرتده وقدر يشكل. تحس الحماس اللي امتلكوه من مباراتهم الاولى امام استراليا انعاد او انبعث مره اخرى في هذه المباراه، بحيث جوي من اجل اثبات الذات، من اجل يحققون النتائج بشكل صح، والدليل انهم ترشحوا اليوم. الجانب السوري اليوم انا حقيقه استغربت انه اليوم احنا كنا معولين على مثلا السومه كان غائب جدا. هو هذا السؤال كان لك التالي، يعني نعم. انا من الناس تفاجأت، والتصريحات كلها الاخبار كلها كانت تصب بين سيكون يعني السومة هدافا، سيكون خطرا، المنتخبات عليها ان تخشى هذا المهاجم.
وفعلا انت استاذ بلال يعني ربما ضغط نفسي صار على اللاعب ما كابتن، انت متحلل قبل البطوله عندك قراءات على الورق، يعني تحس هذا لاعب دوري جيد مسجل اهداف له حضور وفعلا لاعب متميز لاعب السوم قلت لك، بس هو اليوم تحس فيه غايب، تحس فيه شارد الذهن بعيد، يعني حتى الكرات حتى المتابعات لاعبين الدفاع، يعني أسوأ خط دفاع دا اشوفه على الكره السوريه الان، يعني قلت لك لو مسجل اهداف الاردنيين كلها لربما صارت لهم مشاكل كبيره بهذا الموضوع. مشكله الفريق السوري كان يعتمد على سوما بالكرات الطويله، التنظيم الدفاعي الاردني اتفقنا انه المدرب كان رائع جدا بتنظيم الدفاعي، بحيث انه الشوط الاول كان فريق مثالي بمعنى الكلمه، الفريق الاردني قدر يشكل خطوره ويسجل، كذلك الشوط الثاني كان عنده انضباط تكتيكي رائع جدا انه ينظم دفاعه، ومن ثم الهجمه المرتده، التزام بتعليمات المدرب انعكست ايجابا على الفريق. الى دور ستانج كابتن؟ الى الالماني ستانج ما كان موفق حقيقه برفع الروح المعنويه، تعرف التدريب مو فقط فن، هو المدرب ياثر باللاعب يرفع من الروح المعنويه مثل ما صار بالمدرب التايلندي. تحس اكو ماكو روح بالفريق السوري، يعني مو هو الفريق السوري اللي قبل فتره اللي ينافس على 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 كاس العالم ممكن يوصل لمدايات بعيده، وكنا توقعنا احنا كل الشارع الرياضي وكل الاعلاميين وكل الناس المعنيين قاب قوسين او ادنى كان المنتخب السوري في كاس العالم الاخيره ونفس اللاعبين في روسيا، يعني مباراه الملحق ملحق بالضبط، يعني كانت مباراه واحده الاخيره اللي تفصل حتى يتاهل، يعني اذا اعداد جيد لاعبين دخلوا باجواء المنافسات. عموما كابتن الحديث عن هالمباراة هي جميلة وممتعة، لكن لدينا مباراة أخرى ننتقل، هل لديك شيء عن هذه المباراة كابتن؟ والله أنا اليوم مباراة سوريا والأردن كانت مباراة رائعة بالمستوى الفني، شفنا فريق أردني كان بعيد عن أنظار الإعلام، اليوم صار تحت الأنظار، شفنا مدرب منظم، مدرب رائع جدا، فكر تدريب رائع، قدر يعني يترجم جهود فريقه إلى 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 واقع حال الملعب، والأهم يملك لياقة بدنية عالية جدا الفريق عنده، لحد الدقيقة 90 هو كان يقاتل ويجاهد، فهذا ليس بالسهل على الكرة، يعني عادت لربما إشراقة الكرة الأردنية. مشاهدينا مباراة الإمارات والهند لكن بعد فاصل قصير. المستطيل الآسيوي معكم مشاهدينا الكرام، نتحول على المباراة بين المنتخب الإماراتي والهندي، فيها حقق منتخب الإمارات فوزا مهما على منتخب الهند بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية. سجل خلفان مبارك هدف المباراة الأول في الدقيقة 41، ثم أضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 87. بهذه النتيجة رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد الهند عند 3 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن تايلاند. لا بس إذا تابعنا قبل الحوار عن هذا الموضوع، دعونا نذهب إلى طبعا ترتيب هذه المجموعة، هي المجموعة الأولى، نتابع أيضا معكم مشاهدينا الكرام التي انتهت جولتها الثانية اليوم بتصدر كما قلنا المنتخب الإماراتي المضيف للبطولة، فيها حل المنتخب الهندي أيضا ثانيا طبعا بالتأكيد. هذه الإحصائية مشاهدينا الكرام إلى هذه اللحظة بالنسبة لهذه المجموعة، وهي المجموعة الأولى، النتائج اليوم: البحرين 0 تايلاند 1، الإمارات يفوز بهدفين مقابل لا شيء على الهند.
نتابع إذن كابتن معي. الإمارات له 3 عليه 1 من النقاط 4، الهند 4 له 3 عليه 3 نقاط، تايلاند له 2 عليه 4 من النقاط 3، البحرين أخيرا له هدف عليه هدفين ونقطة واحدة. هذه ترتيب المجموعة الأولى إلى هذه اللحظة كابتن. وهنا مكمن صعوبة، شوف كل الفرق متقاربة باستثناء الأوروبا والإمارات، عندها مباراة 4 يعني التعادل يرشحها، اللي حصل 5 نقاط ترشح لربما يترشح من هاي المجموعة الثالث، يعني اللي يحصد أكثر نقاطه. مشكلة هذه الفرق أنه اليوم العنوان غير المضمون، يعني الإمارات اليوم مو هو الفريق الإمارات اللي نعرفه عن أمام الفريق الهندي، سيطرة تامة للفريق الهندي، هجمة مرتدة، قدر علي مبخوت يسجل من خطأ دفاعي، قدر يسجل علي مبخوت هدف ضد الفريق الهندي. كنا نتوقع الفريق الهندي يدافع، بس الفريق الهندي كان يهاجم، تبديلاته هجومية من قبل المدرب بحيث تحس أكو عمل تدريبي بهذا الفريق. اليوم الكرة عندت الفريق الهندي بالدخول إلى الهدف، يعني أكثر من فرادة، يعني الدقيقة 11 حاول هو بقوة تهديد منتخب الإماراتي في مناسبات كثيرة. يعني اليوم بطل المباراة خالد عيسى بالنسبة للفريق الإماراتي، لأنه انفراد بالدقيقة 11 قدر يطلعها، بعد ذلك بالدقيقة 22 كرة خطرة جدا قدر بعد ما نطح المهاجم نفس الشيء. المهاجم جيترتي حقيقة من اللاعبين المتميزين جدا، حتى الدقيقة 43 عتب كانت فرص ممكن كان يشكلوا خطورة على الفريق الإماراتي. الإمارات اليوم يعني زكروني كان يعني مركز على الوضع الدفاعي، ما كان يعتمد على الهجمات المرتدة. أنت بلد مضيف تملك لاعبين، أنا حتى تبديلاته ما كانت موفقة حقيقة، لاعبين على المصطبة لربما كانوا أفضل من اللي كانوا يلعبون في المستطيل الأخضر، وهذا تحسب يعني ما فيك سر يعني على المستقبل. ما أظن الفريق الإمارات بهذا المستوى بهؤلاء اللاعبين يروحون إلى مدايات أبعد، لأنه ما كان وضع جيد. يعني على العموم يعني فريق الإمارات مو هو هذا فريق الإمارات اللي ممكن يشكل خطورة. هناك أسباب كابتن، أسباب يعني معنية بالأمر، أسباب فنية، أسباب طريقة اللعب اللاعبين المنفذين لهالموضوع ما عنده تغييرات، يعني ما ضاف وجوه شباب جديدة للفريق، لأنه هذول اللاعبين من 2010 لحد الآن يلعبون، تعرف يعني حتى اليوم مطر لعب يعني آخر دقائق قد عمره 35 36. كرة القدم كرة ركض كرة جري، لازم يصير تجديد بالوجوه. فمشكلة انه الفريق الاماراتي على الوضع اللي شفناه حقيقة، يعني حتى الهجمات المرتدة لو مو خطأ دفاعي الهدف الاول لربما ما يسجل فريق الامارات. لديك شيء اخر عن لو نتحول الى والله انا بس انا اليوم معجب بالفريق الهندي، وكذلك ستيفان قسطنطين مدربهم رائع جدا، يعرف كيف يتصرف كيف يستخدم ادواته. فمن مفاجآت البطولة الفريق الهندي، وبتقديري راح ترشح الفريق الهندي للمرحلة الأخرى لأنه يملك 3 نقاط ممكن يعززها. يعني فعلا أعتقد أيضا عامل الخبرة يعني غدر هذا الفريق اليوم، كان ممكن صح؟ كان في تهديد مستمر للمنتخب الإماراتي، ولكن الحظ ما حالفه. صحيح فعلا، يعني نتمنى المنتخبات العربية في المباراة الأخرى تقديم مستوى أفضل. مشاهدينا دعونا نتحول إلى محور مهم، محور فعال، محور منتخبنا الوطني. سنخرج في البداية مع بعض التصريحات واللقاءات ونعود للكابتن. إذن المنافسة الشديدة بين المنتخبات الآسيوية المشاركة في هذه البطولة على أشدها، لا سيما مع بدء مباريات الجولة الثانية من الدور الأول. الهاجس المشترك بين أصحاب الشأن والمختصين هو أهمية الفوز في المباراة المقبلة أمام اليمن والانتصار في المباراة الأخيرة ضد إيران، وذلك لضمان تصدر المجموعة وملاقاة منتخب يعني غير متصدر لمجموعته في الدور الثاني. هذه وقفة نتابعها معا. بالتأكيد المركز الثاني راح نلاقي فريق أصعب، بس المركز الأول بالتأكيد المباراة تصير عندنا أسهل ولو بنسبة 70%. أعتقد أنه المدرب راح يأخذ غير طريقة. الفريق اليمني ما عنده غير سبيل الفوز، خسارته معناها خروجه. احنا نتأمل انه نفوز ونخلي بجيبنا 3 نقاط حتى اصير 6.
لكن بالطموح الكبير هناك ثأر من المنتخب الإيراني المنتخب العراقي. احنا أخرجنا المنتخب الإيراني وهذا الثأر الطالب به الجماهير الإيرانية الثأر من العراق، لكن الفريق العراقي قادر أنه يتحمل المسؤولية ويفوز على الفريق الإيراني إن شاء الله. اليمن بالتأكيد هم مشابه لأسلوب الفريق الفيتنامي، كذلك المواصفات الجسمانية بالنسبة لهم. هذا الدرس الأول كان مهم جدا بالنسبة لنا، لأنه الفريق الفيتنامي أكثر تنظيما من الفريق اليماني، فلذلك أعتقد ستكون مباراتنا أسهل مع فريق اليمن اللي لن يكون سهل في هذه المباراة. حتى لو فزنا عليه 4 فهو ممكن أن يشكل خطورة في أي لحظة من لحظات المباراة. لذلك يعني هذه مباراة فيتنام خدمتنا بشكل كبير، وتحقيق الفوز على اليمن ممكن وإن كان صعب، لكن مباراتنا مع إيران ستكون هي المحك الحقيقي، هي المحك الحقيقي لمستوى الفريق العراقي، وبالتالي لن تؤثر على نتيجة الصعود إلى المرحلة الثانية، لأنه بعد فوز وتعادل سنضمن أو فوزين يعني سنضمن الصعود إلى المرحلة الثانية. اليمن إن شاء الله يكون الفوز يعني، وأنا أتوقع لاعبينا سيحسمون المباراة وخاصة في وقت مبكر الشوط الأول. يعني أشاهد هناك فد غلة من الأهداف في بداية يعني خاصة الشوط الأول، واللاعبين راح يطمئنون بهذه النتيجة، وأنا أعتقد المدرب سيشرك أكثر من اللاعبين، لأن إحنا يحتاجنا إلى راحة اللاعبين، لأن أمامنا مباراة كبيرة أمام الفريق الإيراني، فعليه أن يختار في هذه المباراة طالما وضحت صورة الفريق اليمني، عليه أن يختار بعض اللاعبين إشراكهم حتى ينطي فسحة في وقت، وخاصة استشفاء للاعبين اللي جهدوا في مباراتنا الأولى مع فيتنام، وأنا أتوقع تكون الجاهزية جيدة لفريقنا ومباراتنا مع إيران. أي فوز أي انتصار، العراق لا يعرف الانكسار. أي فوز أي مجد أي انتصار، العراقي لا يعرف. مشاهدينا، ينضم معنا من العاصمة القطرية الدوحة نجم الكرة العراقية والمنتخب العراقي سابقا خليل محمد علاوي. اهلا بك كابتن خليل في المستطيل الاسيوي. اهلا وسهلا بك، وامسي عليك وعلى الاخ وحبيبي وزميلي كابتن كريم صدام. تفضل فيك كابتن خليل حبيبي الغالي. تفضل سلم علي. شلونك كابتن؟ شلون صحتك؟ حبيبي مشتاقين لك، شو اخبارك؟ الله يبارك فيك يا نجم يا رائع. حبيبي كروم الولد ابو الاخلاق العاليه طيب. احنا نحاول يعني خلال المستطيل الاسيوي من خلال هذه الشاشه يعني مرات افسح المجال، لان اعرف الظروف الحياه والعمليه اصبح كل شخص بينا في مكان، فمرات حتى انطي المجال واحد يسلم على الاخ ويتذكر الذكريات السابقه الجميله. كابتن خليل أرحب بك مرة أخرى، انطباعاتك على مستوى على أداء منتخبنا خصوصا في لقائه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة المباراة الأولى كان خاصة بالشوط الأول كان الفريق بصورة واضحة بصورة جيدة. أعتقد المدرب أخطأ بالتشكيلة، أخطأ بالتشكيلة يعني، هو بعدين طلح ما يريده هو، لأن الفريق أول مرة يكون نلعب ثلاثة واثنين هذا يعني اعتقد كانت صعبه، لان ليش ملاعبيها وما اعتقد مدربين عليها. انا شفت مباراتهم من انا الوديه اللي كانت مع الصين باسلوب يختلف عن اسلوب اللعب بالمباراه الاولى، والحمد لله قدر يعني المدرب انه يصلح من وضعيته ويرجع الفريق الى وضعه الطبيعي. وهي احنا دائما نقول المباراه الاولى هي المفتاح الفريق العراقي، والحمد لله تجاوزنا المباراه، وان شاء الله الجايه احسن ان شاء الله بهالمباريات. والمباراة راحت انتهت خلاص، الدرس ماله انتهت. يعني المباراة راح تجينا اليمن وعندنا ايران، ان شاء الله نتجاوز هاي الفريقين ان شاء الله. كابتن خليل، ما المطلوب من منتخبنا قبل الدخول في مباراته المقبلة؟ عندي يلعبون الفريق يلعب اريحية، خاصة ما عاد لا يلعبون بالضغط. احنا نعرف لاعبينا عندنا امكانيات لاعبينا امكانيات جيدة. احنا عندنا نقطة وحيدة انه الفريق العراقي بناءه يكون ضعيف من الخلف، ما عندنا البناء الصحيح انه نبني بصورة صحيحة دائما. ليش؟ احنا عندنا امكانية الخط الوسط عندنا من احسن الخطوط الموجودة، وخط الهجوم تقريبا عندنا مهند ما شاء الله يعني لاعب على مستوى وشاب وزين،
تنقصنا الشغلة الوحيدة أنه البناء مالنا يكون ضعيف من الخلف. فإن شاء الله أتمنى من الفريق العراقي أنه يكون بناء واحد ما نذب أنه على اللاعبين وكل دورينا هو دورينا ضعيف يعني دورينا ضعيف. نعم. فهاي وضعية الوضعية العامة نقول بس بالمحصلة بالمحصلة العامة أن نقول الفريق العراقي إن شاء الله يتجاوز هاي المحنة وهاي المباراة وأتوقع يعني بهاي المباراة يكون يقدم أحسن من مباراة الطافت إن شاء الله. طيب مع فيتنام. كابتن خليل دعني أستغل وجودك معي وأستغل مركزك السابق وهو يعني في خط الدفاع. عندك ملاحظات على خط الدفاع؟ كيف وجدت هذا الخط؟ تعرف الحديث يعني صار مطول وتشعب حول يعني ضعف هذا المركز. والله دي صار عندنا ضعف، احنا مو بس عندنا، عندنا ضعف بالدفاع خاصة اذا كل عندنا لاعبين اذا تكون فيها دائما مرات يكون عندنا الخطوط ما منسجمة بصورة صحيحة خط الدفاع. فنقدر احنا نصلح من وضعنا، ليش؟ لان عندنا مدافعين عندنا لاعبين جيدين ممكن يصلحون وضعهم، بس يعتمد يعني يعتمد على المدرب، يعتمد على الوضع العادي. وقلت لك احنا المسألة الأساسية هي الدوري مالنا، الدوري مالنا، الدوري مالنا يعني قوي، ممكن كان يكون مدافعينا ولاعبينا ووضعنا هذا يكون للأحسن هذا إن شاء الله. نقول في هالمباراة إن شاء الله الجاية الفريق راح يتحسن، وضعه يتحسن. ليش؟ لأن أخذوا دفعة زينة، أخذوا معنوية عالية. ليش؟ المباراة الطافت هي كانت مفتاح ويا فيتنام. فيتنام فريق مو سهل، فريق مو سهل، فيتنام فريق زين منظم قوي، احرجنا لكن الحمد لله وشكر بالنهايه احنا طلعنا بثلاث نقاط هي المهمه وهي رشحتنا اللي خلتنا ننتقل للدور الثاني. يعني باعتقادي انا يعني خلص انه الفريق انتقل للمرحله الثانيه ان شاء الله. طيب شكرا كابتن، كلمه اخيره. اتمنى الفريق العراقي انه يكون احسن صوره قدمها في المباراه الاولى، اتمنى انه يحقق انجاز ويحقق الفوز ويحقق البطوله. ليش؟ لان الشعب العراقي متحطش، الشعب العراقي يريد فرحه، يريد يفرح الفرح الناس، يفرح الموجودين داخل العراق، يفرح بالخارج، كل الناس تفرح انه يكون انه عندنا انجاز، يكون عندنا انجاز مثل 2007 مثل صعود كاس العالم، كلها يفرح الساحه الموجوده في الداخل والخارج ان شاء الله. اتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى لكم لكم وقناتكم كل التوفيق ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا كابتن، شكرا جزيلا. تحياتنا وتقديرنا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، كان معنا من العاصمه القطريه الدوحه نجم المنتخب العراقي سابقا خليل محمد علاوي. نعود اليك كابتن، سمعت كلام الكابتن خليل خصوصا على خط الدفاع. فعلا هو التشخيص لربما كل شارع الرياضي شخص هذا الموضوع. نعم. انه اذا اردنا نحقق نتيجه ايجابيه امام الفريق اليمني يجب ان يكون البناء من الخلف، احنا بناء من الخلف ما كنا موفقين بهذا الموضوع، كان نعم. عندنا اللعب الطويل في هذا الموضوع. تنظيم اللاعبين على الورق كان خطا، يعني مثل ما قال الكابتن خليل لعبنا 3-4-3. الان اذا افكر باستقرار اللعب نلعب 4-4-2 لربما هي الطريقة النموذجية بهذا الموضوع، ممكن تكسبنا المباريات. ولا تنسى ترى فريق اليمن فريق رائع، فريق جيد، لنستهين لأنه خسر أمام فريق الإيراني. الأهداف كانت نتيجة أخطاء فردية من اللاعبين لربما ما تكرر في هذه المباريات أمامنا، يكون عندهم تنظيم، وهنا تكمن المشكلة. إذا ما سجلنا هدف مبكر على الفريق اليمني لربما تزيد عنده إيمان بقدرته، إيمان بوضعه، وتكون عندنا مشكلة. أن كان الفريق الإيراني وفق بتسجيله بوقت مبكر، انطانا نوع من الاستقرار، نوع من الأريحية، لذلك زادت غلة الأهداف. إذا تأخر هدفنا وقدر الفريق اليمني يدافع بمناطقه وما يخليه يسجل بهدف مبكر لربما زيد ضغوطات علينا، نفقد تركيزنا وتروح إلى متاهات إحنا في غنى عنها. من الأمور المهمة بتقدير الشخصي إشراك همام وبشار، اعتبره من الضروريات لانه اضافوا شيء بالمباراه الاولى. احنا نستفيد من التجربه انه طالما قدم مستوى طيب بالمباراه السابقه يجب ان يكون اساسي. همام وبشار من اللاعبين المهمين بانديتهم وبالمنتخب، يعني كنا محتاجينهم بهذا الموضوع. طيب تسمح لي اروح نشوف انطباعات الجمهور؟ يلا نتوكل. مشاهدينا، جماهير اسود الرافدين يداعبها حلم تكرار الذكريات الجميلة عندما تربع على قمة القارة عام 2007، خصوصا بعدما قلب
منتخبنا تأخره إلى فوز ثمين على فيتنام، لا سيما بعد التبديلات الفعالة ومنها نزول المثابر همام طارق في الشوط الثاني، ما كان له الأثر الكبير في نفوس جماهيرنا لاسترداد أمل الوصول إلى الأدوار المتقدمة. هذه مجموعة من آراء المواطنين في بغداد، دعونا نتابع. نهني الشعب العراقي بالفوز منتخب الوطني سود الرافدين، طبعا بالأكيد أنه كان أفضل لاعب الباحة بالمنتخب العراقي همام وعلي عدنان. كان عندنا أكو أخطاء دفاعية، سببها كان أنه أكو مؤتمر صحفي أنه المدرب هو اللي اعترف بها أنه كان عنده أخطاء، جزء من الأخطاء اللي هو يتحملها، ونتمنى من المنتخب العراقي أنه يعدي هاي الأخطاء واللعبات القادمة يحضر نفسه بتحضيرات جيدة. بس ما اتوقع ان المنتخب العراقي راح يصعد للنهائي. نحن الشعب العراقي بمناسبه فوز منتخبنا الوطني اسود الرافدين على نظيرنا الفيتنامي في مناسبه تصفيات كاس اسيا. الاخطاء اللي كانت باللعبه امس اخطاء دفاعيه، يعني اغلبيتها دفاعيه، كان يعني دفاعنا مكشوف ومساحات فارغه هوايه. التبديل اللي اجراه مدرب المنتخب ادخل همام، يعني حدث تغيير جدا قوي، همام يعني سجل الهدف الثاني وعلي عدنان كان لهم دور كبير في اللعبه. نهني الشعب العراقي بمناسبه فوز المنتخب الوطني على نظيره الفيتنامي. طبعا كانت اكو اخطاء عند المنتخب وهي اخطاء دفاعيه يعني ملحوظه. نتمنى من المنتخب يعني يغيرون تشكيله هذه الخطه، لان اصبحت الخطه مكشوفه. الفرق اللي قادمه هي فرق قويه ومدربه، يعني نتمنى يتغير ادائهم في سبيل حتى لا نفشل في المباراه القادمه. يعني اللي نتمناه من المنتخب انه بس يوصلونا على الاقل يعني لنصف النهائي، لان انا ما متوقع راح ياخذون يصعدون للنهائي. بالشوط الاول كان الاداء متذبذب والاخطاء، من ضمنها يجي الجول الاول وبعدين الجول الثاني كانت بسبب المدافع علي فايز. اجى المدرب بالشوط الثاني غير الاستراتيجيه مال المنتخب، فنزل الجوكر اللي هو همام طارق. همام كان شغل المنتخب العراقي كله على همام طارق، همام اللي هو يعني غير مجرى المباراه، او المدرب اللي من خلال نزل اشراك همام طارق بالمباراه هو اللي كان سبب فوز العراق. يعني تباوع عليه يتحرك يمين يسار بالوسط المقدمة، يساند يرجع يساند الدفاع وهكذا. لا 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 مش معقول مش معقول، فرصة بلوها وبأقدام وما مسجلوها. يعني الكابتن من خلال الانطباعات والتصريحات للجمهور العراقي بصراحة يعني أصبح المتابع يعي، عنده ذكاء، يعرف من أهم التفاصيل، يعني التشخيص بعضهم تشخيص جدا فعال. يعني هو شوف يعني الشعب العراقي أو الشارع الرياضي يعني عنده فكرة على المدرب، فكرة على طريقة اللعب، يسمع بالألان التواصل الاجتماعي وجهات النظر، يسمع اللاعبين دوليين لاعبين محللين، فأكيد يكون عنده انطباع وفق رؤية مالته إنه تغيير همام فعلا كان مؤثر وجاء الأكل مالته بحيث أنه أول كرة سجل. وبالضبط يعني معظمهم من تكلم على بعض التغييرات يعني خصصوا هذا الموضوع بأن التغيير الفلاني كان ناجح، الثاني أعطى المركزية أكثر، الهدوء. يعني على كتنش يجب أن يعلم بأنه يتعامل مو مع لاعبين ولا اتحاد ولا بالضبط. يتعامل مع جمهور ذكي، جمهور ذواق، جمهور يعرف ما معنى كرة القدم. هو شوف لربما متفقين على المبدأ أنه هي فرحة الناس في كرة القدم. شوف الشعب العراقي كله يتفق على مبدأ واحد، أنه يحب الوطن من خلال المنتخب، واللي شفناه بال 2007 يمكن حضرتك موجود وشفت اللي صار بالشارع العراقي. فأكيد إحنا ندور على فرحة من خلال كرة القدم. التغييرات هو رجل احترف، يعني حتى بالمؤتمر الصحفي قال أنا كنت خاطئ بأنه ما أشركت هما بالتشكيل الأساسي، ولربما ضارته النافع انه لربما لو مشارك البدايه لربما يقدم هذا المستوى هما. بس اكيد المباراه الاخرى راح يكون اساسي، راح يكون
له دور فعال وفق هذا التفاعل الجماهيري وفق حاجتنا للفوز في هذه المرحله، لان تعرف قلت له مثل ما اتفقنا الفريق اليمني ليس بالصيد السهل بحيث ممكن تفوز عليه ضمن حساباتك المنطقيه اذا ما تكون متهيئ بشكل صح، متحفز متحمس تروح للمباراه كانما تلعب امام فريق قوي وتنسى نتيجه ايران انه الفريق الايراني فاز عليه 5، لان كل مباراه لها ظروفها ولها تفاصيلها. احنا راح نروح وفق الرؤيه اللي اكدناها، كان فريقنا مهزوز امام فيتنام، يجب ان نعترف بهذا الموضوع. كيف نعوض وضعنا بهذه المباراه؟ نقول احنا مباراه فيتنام كنا مو وضعنا الطبيعي، اليوم وضعنا الطبيعي، والدليل راح نسجل وراح نقدم مستوى رائع بهذا الموضوع، لانه ناخذ وجهات النظر المختلفه، ناخذ اليمن من خسارته مع الفريق الايراني، وناخذ ضعف مستوانا امام الفريق الفيتنامي، ندمجه واللاعب ينزل بروحيه غير الروحيه اللي نزلنا بها امام فيتنام. طيب مشاهدينا، المستطيل الاسيوي ومحور المنتخب العراقي معكم ولكن بعد فاصل قصير. اهلا بكم مع المستطيل الاسيوي. نعود الى الكابتن كريم. قبل قليل كنا مع كاتانيش المدرب والمدير الفني للمنتخب العراقي، يعني تصريحاته الاخيره منع فيها واصدر قرار ممنوع على اي شخص لاعب او اداري من الوفد العراقي بتصريح اي كلمه او اي يعني لقاء تلفزيوني او صحفي، وهذا الشيء الصح بتغيير الشخص. يعني انت طالما رايح في مجموعه، شوف الاعلام الخليجي والاعلام العربي احيانا يستفزك ويطلعك يخليك تصريحات لربما يثير مشاكل بالوفد او بالاخر. انا اعتبر هذا من الايجابيات اللي اتخذها كاتانيتش، انه اي لاعب ما يصرح باي موضوع الا من خلال المصدر الاعلامي، يعني عرفنا من خلال الاعلام انه فقط بالمؤتمرات الصحفيه يكون هو موجود ويكون لاعب معه ممكن يصرحون بهالموضوع. تعرف التصريحات يصطادون بالماء العكر، يعني نباتي يستفزك اعلامي او يستفزك احد الصحفيين ويخليك تصرح تصريح لربما مو هو هذا المطلوب في هذه المرحله. وسبقا وقعنا في هذا المطب ما فيك سر بطولات الخليج لربما انت كنت موجود، يعني بعد تصريحات اللاعبين بعضهم مع بعض كانت مشاكل عندنا، فانت ليش تروح الى مشاكل بينما اذا تكون عندك كنترول على الفريق وعندك كنترول على مجموعتك من الوفد؟ اذا هذا القرار يصب في خدمه المنتخب. اكيد اكيد انا اعتبره قرار ايجابي، وهذا رجل محترف وفعلا انه القرار راح يصب في مصلحه الفريق العراقي. طيب اليوم اذا نقول بخبره الكابتن كريم صدام وتاريخه، اليوم اذا بعث رساله الى وسائل الاعلام الكابتن كريم صدام في هذه الفتره، ما المطلوب من الاعلام وانا اول واحد؟ لا اكيد، لا شوف ما شاء الله على اعلامنا الرياضي واعلامنا العام داعم وساند للفريق العراقي، والدليل مثل ما قلت لك حضرتك برنامجك وكثير من القنوات الفضائيه عملت برنامج استضافت لاعبين، استضافت لاعبين دوليين، بعض البرامج ذهبت الى ابو ظبي من اجل دعم المنتخب الوطني. اتمنى هذا الدعم يستمر بهالموضوع، وان كانت لا سمح الله اذا اي انتكاسه للفريق الاعلام يكون داعم بهالموضوع. الان ما الشخص الاخطاء، نشخص الايجابيات وندعمها نحو الامام. كره القدم كره اخطاء، انت ما تشخص الخطا يعني وتتمسك بالخطا وتخليها فتحجه على المدرب او اللاعبين. احنا يعني كره القدم قلت لك ليقلل الاخطاء هو الصح، فاتمنى من اعلامنا واحنا هذا عهدنا به حقيقه دائما داعم ودائما ساند لمنتخبنا الوطني، ومثل ما قلنا حضرتك موجود وغيرك موجود، يعني من خلال هذا البرنامج اكيد احنا كنا داعمين للمنتخب وكنا امل انه يروح الى مديات ابعد، لان نملك ادوات النجاح وفق المستوى اللي شفناه مع الانديه، يعني قصدي المنتخبات، يعني شفنا المنتخبات كنا نتوقع غير اللي ظهرت فيه، مثل الفريق السوري، الفريق الاماراتي، الفريق البحريني، كنا نتوقع مستواهم غير. نعم. ظهروا بشكل غير، يعني لربما احنا حتى تعرف قيمتك انظر بعيون غيرك على منتخبك، احنا نملك ادوات رائعه جدا، بس احيانا طموحنا لربما يتجاوز السقف اللي نريده، هذا حق مشروع، احنا دائما نطمح نحو الافضل.
لدينا آراء أخرى من العاصمة الحبيبة بغداد، اسمح لي. مشاهدينا، تطمح جماهير أسود الرافدين تجاوز عقبة الدور الأول والذهاب بعيدا بعد تجاوز عقدة المنتخب الفيتنامي واستثمار الأفضلية والخبرة في مباراة منتخبنا المقبلة أمام المنتخب اليمني الذي خسر أولى مبارياته أمام المتصدر المنتخب الإيراني بنتيجة قاسية. الآن لنا وقفة أخرى مع جماهير الرياضة العراقية، خليكم ويانا. والله الفريق العراقي البارحة هم صحيح كانت النتيجة كانت إيجابية لصالح الفريق العراقي، لكن الفريق العراقي بالشوط الأول ظهر بمستوى غير جيد، لو ما التبديل وهمام هو اللي شال اللعبة، ولو مو ينزل همام ما تتعدل النتيجة، يعني كان أضعف فريق بالبطولة غلبنا. والفريق العراقي يعبر بهاي المرحلة وحتى دور 16 يعبره، لكن بدور الثمانية ما يقدر يعبر الأكثر، لأن أكو فرق اليابان وكوريا الجنوبية وإيران أفضل من عندنا. الفريق الإيراني يعني هو المرشح لأخذ هاي البطولة، لكن الفريق العراقي إذا قدروا يغيرون المدافعين مالتهم وطريقة أسلوب اللعب مالتهم ما يصير يلعب بثلاث مدافعين، لأن يعني الفريق الفيتنامي دا يزيد علينا بساحتنا أكثر من خمس لواعيب، فأنت لازم تلعب بأربع مدافعين لو بخمس مدافعين حتى تقدر تسيطر عليهم، وما تقدر تسجل هدف إذا ما عندك دفاع، لأن اللعبة إذا ما بها مدافعين جيدين يصير عليك قوارة، حتى لو الهجوم مالتك فوق صحيح، لكن يصير عليك أهداف من الخلف، فعلينا نرتب أوراقنا بالدفاع ونلعب بأربع مدافعين، ثلاثة ما يفيدون. إحنا من العراق من قبل نلعب 4-4-2، يعني هاي الخطة اللي لعب بها والمدرب هسه هذا اللي يدربنا كاتانيتش هو مو زين، يعني هو افضل من المدربين هسه الموجودين، بس عليه يعني الموجودين وياه يفهمونه بطريقه اللعب العراقيه. احنا معروف لعبنا 4-4-2، افضل لاعب كان همام، ولو ما ينزل همام النتيجه ابد ما تتعدل، هو اللي غير اللعب كله همام، كان يلعب من اليمنى وعلى اليسرى وقام يزيد فوق بالوسط وعزز الهجوم مالنا. بسم الله. البارحه اللعبه كانت الشوط الاول مو ذاك الاداء، كان الشوط الثاني افضل، كان التحرك افضل للهمام، الفريق يحتاج لباصات اكثر، اللعب بالعمق ما يفيدنا، يسبب اخطاء على المنتخب، يربك الدفاع، فكل ما يكون الباص ارضي تكون النتيجه بجانب المنتخب. اما اذا على يكون كان افضل، كان همام طارق افضل بتحركاته ويتحرك من دون كره افضل له، وعلى عدنان كان جيد. لا هو يراد بالدفاع ثقة بالنفس أكثر، يراد لعب بهدوء يكون أكثر، أما من يصيروا مشنجين لا يطول. أهلا بكم مشاهدين الكرام مع المستطير الآسيوي واللحظات الأخيرة. نعود إلى الكابتن كريم. كابتن، السيناريو المنتظر، توقعك للمباراة المقبلة؟ والله التوقع يعني تعرف ايجابي، لانه احنا لنا ثقه بلاعبينا، لنا ثقه بفكر مدربنا. التوقع مع التمني، اتمنى يكون عندنا هدف مبكر يعطي نوع من الاستقرار، نوع من الطمانينه، اذا سجل هدف مبكر لربما تزيد الغله من الاهداف، يعني الضغط يقل علينا. اتمنى نستثمر الفرص اللي تسنح لنا المهاجمين، اذا استثمرنا الفرص راح يكون سيناريو بصالحنا وربما نصير اهدافنا اكثر ان شاء الله. ان شاء الله. لديك كلمه اخيره؟ والله احنا بس رساله لولدنا شبابنا، احنا كنا داعمين، كنا منتظرين الشيء الايجابي منكم، لانه انا ثق بكم، وان شاء الله يعني مباراه اليمن تكون مفتاح لمباريات اخرى من اجل الترشح للدور الاخر ان شاء الله. شكرا جزيلا على وجودك اليوم، وعذرني خاف تعبتك. لا بالعكس، شكرا جزيلا لك. صوتي مع صوت الكابتن كريم، امنياتنا القلبيه بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة وبالتالي الوصول إلى أبعد مدى. مشاهدينا الكرام، كنا معكم والمستطيل الآسيوي، على أمل اللقاء بكم يوم غد بإذن الله مع تغطية وأحداث رياضية جديدة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع، هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.